فضلتك تحب إعادة صياغة المجتمع من جديد على منهج الكتاب والسنة، وأنا بألف من عندي، وأنا كاتب مسرحية. لا، ولكن حنانيك. لا، مفيش حنانيك. الأمة إذا أرادت أن ترد إلى الإسلام ردا جميلا حسنا فلتعد إلى منابعها الأولى. لن نصلح إلا إذا عدنا إلى منابعنا الأولى. أبدا، قول فصل. ثم الخائن يخون الأمانة. نعم، تعطيه سر يخون، تعطيه أمانة يخونها، والعياذ بالله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني لو ممحاه، لو قلم رصاص، أي دبوس إبرة يخون. ومن خانك في الصغير يخونك في الكبير، سواء كانت أشياء حسية أم أشياء معنوية. من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح. بس صحيح صحيح. ثم المخادع الذي يخدعك. قال صلى الله عليه وسلم فيه: الذي يخدعك في أهلك ومالك. أنا أتي لك بنصوص، بس يعني بعض عناوين. الذي المخادع الذي يعني يخادعك في أهلك ومالك. تقول له: يا فلان يعني انصح ابن نصيحة يضره، يا فلان خلي بالك من كذا، والعياذ بالله يخون. يخادع. يخادعك في المال، يضحك عليك، يقول لك: هات بس المال وانا استثمره لك. القران قال: يخادعون الله والذين وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. كيف يعني يخادعون الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يعني يقولون غير الحقيقه. تمام، ويدعوا انهم مسلمين، ويدعوا انهم مؤمنين، وبعدين يروحوا ينقلوا الاسرار ويقولوا كده، ويخرجوا بجار اليهود: هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، والعياذ بالله رب العالمين. ثم الماكر المكار. سبحان الله. يعني قال علي: انا لست بالخب، ولكن الخب لا يخدعني. انا مش مكار، بس المكار ما يستطيع يضحك علي. الماكر المسلم مش المسلم لا يعرف المكر ذو وجه واحد ابدا. المكر، ما هو المكر؟ اللف والدوران. سبحان الله. طب القران يستخدم قال: ويمكرون ويمكر الله. نعم نعم، مكر العبد لف ودوران، ومكر الله احاطه وشمول. والله خير.